الى المدام اللي سالتني هل دي خطوه كويسه ولا لا، هقول لك يا مدام، تعويم الجنيه ورفع الفايده اي حد في الاقتصاد هيقول لك انه هيتسبب في موجه من الغلاء فادحه، لكن استمرارا للكذب والضحك على الدقون هنلاقي ان الاسعار محدش هيمسها الا باوامر رئاسيه، زي اللي حصل كده اهو، باوامر رئاسيه لا زياده في اسعار هذه السلع والخدمات، الكهرباء، البنزين، السولار، تذاكر المترو، تذاكر القطارات، رغيف العيش، تذاكر اتوبيس النقل العام، في زياده الا باوامر من السيسي. انا بقول معلش يا حماده، سوري حكشه، هو انا سمعت الكلام ده قبل كده فين؟ نفس الكذب ده سمعته قبل كده فين؟ في 2016 لما قعد كده وعمل قعر مجلس وقال لك انا بقول لكم لا زياده في الاسعار مهما حدث للدولار. افتكر كده معايا ابريل 2016. الظروف الاقتصاديه الصعبه اللي بتمر بمصر احنا بننطلق في كل الاتجاهات، عينينا على الانسان المصري البسيط اللي هو ظروفه صعبه، عينينا عليه كويسه. والتوجيه اللي بقوله وبكرره تاني قدامكم، لن يحدث تصعيد في الاسعار للسلع الاساسيه ومطالب الناس مهما حصل، مش هيحصل حاجه للدولار يعني، لكن نقول مهما حصل للدولار انت مش مسؤول والدوله مسؤوله معايا. ماشي فين؟ واحد ان شاء الله، واحد ان شاء الله. احنا لو نقدر طبعا ده وعد ان احنا نحافظ على الاسعار دي، خاصه كمان كل سنه وانتم طيبين عشان شهر رمضان. نفس الكلام في ابريل 2016، لن يحدث زياده في الاسعار مهما حصل للدولار. النهارده بيقول نفس الكلام، نفس الكذب، ما اختلفش 2016 عن 2022، ست سنين. ايه ست سنين في عمر الامم؟ الجنيه بينهار مش بس قدام الدولار، ده قدام بقيه العملات الاخرى. الذهب قلت لكم وصل لحد، حد بعت لي بيقول لي سعره 1160 جنيه. كارثه. زاد 60 جنيه بيقول النهارده، كلام يعني كلام. شو بقى؟ مصر مش بس تقزمت اجتماعيا، ده تقزمت اقتصاديا. بص بقى، سعر الجنيه المصري قدام الدولار، قدام اليورو، قدام الدينار، قدام الريال السعودي. بعد تحرير الدولار، الدينار الكويتي يرتفع لأكثر من 73 جنيه. واحد بعت لي قال لي، وانا بكلم على قناتي من شويه الساعه 5:30، قال لي طب يا استاذ محمد على كده الواحد لو جاله عقد في الكويت، لا الكلام ده تقوله عند ام حكشه او عند ام لطفي، اي ام فيهم يعني، لان الكويت هيعاملوك على انك انت جاي من مصر، وان الدينار الكويتي ب 73 جنيه واكتر، فمش هيديك يا بابا 3000 دينار كويتي، هيديك 100 دينار كويتي، هيديك 200 دينار كويتي. مش بس كده، الريال السعودي تخطى الست جنيه مصري لأول مرة، ارتفاع تاريخي للريال السعودي يتخطى الست جنيه مصري. تخيل، انت متخيل انا بقولك عليه؟ دي كارثة. اسعار الذهب اهو 62 جنيه كمان، مش 60 زي ما قلت، اسعار الذهب 62 جنيه وعيار 21 يسجل 1200 جنيه، مش 1170 زي ما انا قلت، لا 1200 جنيه رسمي فاهمين. قول لي انت بقى، مين الشاب اللي داخل ده؟ الريال كان والله العظيم كان ب 25 قرش، قسما بالله الريال كان ب 25 قرش، الريال السعودي كان بريال يعني 20 قرش مصري، النهارده بست در على فوق ال 6 جنيه. طبعا دي تاثيرها عليك ايه؟ انت بقى رايح عمره، رايح حج، البس بقى وشيل.